ازيكم يا مواليد برج العقرب، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج العقرب ليوم السبت 5 نوفمبر تشرين الثاني 2022. كرمك وتفهمك هيضعوك في قلب الاشخاص اللي حواليك اللي بتطلع عليهم. عندك نمط حياة مثير للاهتمام بشكل كبير، هتكون حاجتك واضحة علشان تتقدم بقوة ودافعة كبيرة جدا. في اللي بيتعلق بكل علاقاتك هتعرف ازاي تعوض كل اخطاء اللي كانت قبل كده. بالنسبة ليك النهاردة يا عقرب، عاطفيا الظروف في صفك كلها هتثبت ليك ان صبرك ممكن يكون اكتر فايدة من اللي انت متخيله. ده كنت اللي انت فاكره قبل كده. كل الاسئلة اللي بتعتبر متعلقة بالبيت عندك هتبقى في جدول اعمالك بشكل واضح جدا. بالنسبة ليك النهاردة مهنيا يا عقرب، هتخطط في خطط جديدة هتبادر بيها لذهن صافي اكتر. ما تشكش في نفسك كتير في الفترة دي حتى لو كانت بتعوقك عن انك تتقدم اكتر. بالنسبة ليك ممكن لكتير من الافكار الغريبة انها تقل من الحاجات اللي عندك اللي هتأدي بيك لواقع فيه خطط واعدة جدا. خلي خيالك النهاردة يرشدك، هو هيبقى افضل ارشاد بالنسبة ليك. بالنسبة ليك النهاردة يا عقرب، توقعات العشرية الأولى مواليد 24 أكتوبر ل3 نوفمبر. السماء النهاردة تعتبر خارقة جدا ليك، هتبتدي تشعل النار في كل المواقف المعنية وهترجع إحياء النذع الأنانية اللي عندك، لكنها هتساعد أيضا علشان تعرف تقوي كل الإرادة والمبادرات والرغبة في أنك تنجز بشكل واضح أكبر. بالنسبة ليك النهاردة يا عقرب، توقعات العشرية الثانية مواليد 4 نوفمبر ل13 نوفمبر. هيكثف اليوم ده كل ردود الفعل وهيلونها، هيبقى فيه تبادلات أنانية في الفترة دي، هتحسك شوية على العفوية، ممكن تبقى جميلة، ممكن تتحول في كتير من الأحيان لشوية لامبالاة أو حتى ممكن توصل لاستفزاز. بالنسبة ليك النهاردة يا عقرب، توقعات العشرية الثالثة مواليد 14 نوفمبر ل22 نوفمبر. الجو النهاردة محموم جدا، مش هيكون الوقت مناسب علشان يثيرك. على العكس من كل ده لازم تبقى جاد اكتر ودايما تبقى مركز. هتحقق استقرار واضح في كل شغلك وفي عقلك علشان تحقق كل اهدافك من غير ما ترتكب اي غلط. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، القمر هيبقى في برج الحمل، هيخلينا في نوبات خيالية اكتر ونوبات فيها دفاع عن نفسنا ونوبات فيها كآبة. كل حاجة تعتبر عفوية لكن في انصاف كتير للإجراءات اللي عندنا. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.